أبواب مغلقة وأسواق خاوية حلت الاحتجاجات فيها بدلا من التجارة. إضراب شامل تشهده أسواق المدن الرئيسية الإيرانية اعتراضا على تدهور الأوضاع المعيشية والتنديد بفساد النظام الإيراني. الفقر والتضخم والبطالة وانهيار سعر العملة أسباب دفعت آلاف التجار لإغلاق متاجرهم في أكثر من 50 مدينة والنزول للشوارع للاحتجاج. وينعكس سوء الأوضاع المعيشية على ضعف القوة الشرائية للإيرانيين والتي تراجعت بنسبة 90% خلال الأشهر الستة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار السلع بنسبة 300%. أما الإضرابات فلا تشهد نهاية لها داخل البلاد منذ أشهر. آخر هذه الإضرابات ما نظمه آلاف سائق الشاحنات والذي يدخل يومه 17 في مدن إيرانية مختلفة، فباتت ظروف عملهم وتدني رواتبهم مع ارتفاع أسعار السلع أمرا غير محتمل بالنسبة لهم. وأمام التصعيد الشعبي تصعيد رسمي، حيث أعلنت وسائل إعلام إيرانية دعم وزارة الدفاع قوى الأمن الداخلي بمعدات عسكرية جديدة من بينها أسلحة وعربات ثقيلة تستخدم أثناء فض التجمعات الاحتجاجية. ومثلما اعتاد البطشة بكل ما قد يشكل تهديدا عليه، هدد النظام الإيراني بتطبيق أقصى العقوبات على المحتجين حتى وإن وصل الأمر إلى حد الإعدام. المدعي العام الإيراني قال صراحة إن هناك أوامر صدرت للأجهزة الأمنية في البلاد بالتدخل لقمع الاحتجاجات وتطبيق عقوبات مصادرة أموال التجار والسجن 20 عاما والإعدام. سياسات اعتاد النظام الإيراني اتباعها أمام أي استياء أو غضب قد يصيب الشارع الإيراني، بدلا من تغيير السياسات والتخلي عن السلوكيات التي أدت به إلى الوقوف على حافة الهاوية. لكن فعليا استخدام القوة لقمع الاحتجاجات الإيرانية لم ينجح، وأصبح إسكات المتظاهرين أمرا شبه مستحيل. فكلما ازداد سوء تردي الأوضاع نتيجة الضغوط التي تتعرض لها إيران في ظل تطبيق العقوبات عليها،